لا بس فنانة فنانة يعني ودي نسولف اسولف معك في خليني اقول الزخم اللي يعيشه اليوم الوسط الفني، موسم الرياض، حفلات العيد، موسم جدة، الحفلات اللي نشوفها في كل مكان، شتاء طنطورة، اعتقد انها تغير الوضع الفني اليوم. وانت يعني عرفت من خلال السوشيال ميديا، من خلال البشكات الحلوة، الاماكن البسيطة، هل تشوف انه فعلا ممكن تركي الدوسري بكرة يكون له حفلات كثير موجودة؟ إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا شيء لي الشرف أعمل لدى هيئة الترفيه، يعني أبو ناصر مسعنا بالخير مع المستشار، هو اللي خلاني أنا أتحمس لهالشيء. أنا شاب، اللي أشوفه يقدمونه الآن شيء جدا جميل. شكرا يضيف لكم، يساعدكم، يضيفنا ويحمسنا. حنا كجروب المطانيخ، الجروب كامل، الجروب تاخذ الجروب ما شاء الله. طيب متى يعني انت دائما تنزل اغاني سنجل، متى ناوي تنزل البوم؟ والله ماني للبوم، ماني بحريص عليه. انا ليش ما ظهرت للعالم بالشكل اللي مطلوب؟ اعلق العالم، اشوقهم على صوتي شوي، يعني لو يسمعون لي كل يوم ما حد يذب الشريط. لا الواحد اذا اعطيته شوي تحب تشوق. احب اشوق، هذا تكنيك يعني. اغيب وارجع، اي اغيب وارجع، ممكن ارجع بشيء جديد لهم، بس خلاص شيء ثابت. يعني انا بقول لك شيء ممكن ما تصدقين، انا من الناس اللي صرت اتنرفض اذا سمعت اغنيتي يا سول، من كثر ما انا خلاص صارت جدا عندي في كل مكان، وصاروا الناس تستقبلني فيها. وهي انا اللي قهرني انها 9 دقائق والناس 9 دقائق. هلا شكرا. طيب تغني لي اياها. اي والله. طيب والله هي جدا حلوه ترى، اعتقد حتى الجمهور بيتفاعل معك فيها. يعني كان والله انا ما ابغى، اول شيء ما بعلمكم، هي السودة ما خص بعيدا عن العنصريه، ما لها في العنصريه مره ترى. يعني ترى حتى المقصد كان صديقي دحوم، وكانت الموانا معه، فهي ما لها علاقة لا بيض ولا سود ولا شيء. فالعالم دائما إذا قلتها ممكن على هو مباشر، وهذه ما هي يقول هذا عنصري، هذا ما يحب. حنا وضحنا. أتمنى إني ما أقولها أحسن لكم يعني. لا فاهمة عليك. أفضل لكم ما أقول. لأني أنا لي مقصد. سم. ما ودي إنكم تصادمون يا إم بي سي مع. سم. يعني هي الأشهر بس مش آخر أعمالك. لا مي بآخر أعمالي. في.